نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكننا في نهاية الدرس هذا أو الذي إليه إن شاء الله أن نتوصل، أو كل واحد منكم أن يتوصل إلى وضع برنامج إنشاء للتعامل مع النص، أي قواعد التعامل مع النص يمكننا أن نستقيها من الدرس السابق ومن هذا الدرس، لأن الخطأ الذي يقع فيه الجميع هو اعتقادهم أن هذه اللغة هينة طيعة وأن النصوص تعطي نفسها لكل من أرادها. والنصوص في الحقيقة، خصوصا النصوص الشرعية التي ترتب على فهمها الكثير من العمل ومن الأشياء ومن الأحكام والحقوق والتبعات، هي نصوص متأبية، هي نصوص قد تكون في بعض المرات مستعصية. إذا كان الصحابة فمن بعده من العرب الخلص كانوا يشتكون من عسر النص، وأنه لا يمنح نفسه، النص لا يمنح نفسه لكل من أراد أن يتعامل معه، وهو نص عادي، فالأمر لا شك أنه آكد حينما يتعلق الأمر بالنص الشرعي. والنص الشرعي كما بينت في لقاء ماضي، أول خطوات التعامل معه هو فهم الكلمة، لأن الكلمة أو اللفظة هي وعاء المعاني، أو الألفاظ كما قالوا هي حصون المعاني، الألفاظ حصون المعاني، هذه المعاني تختفي و تضع نفسها في مكان عال في حصن، والحصن لا يمكن اختراقه ولا دخوله إلا بقوة بمحاولات، وإلا يمكن أن الحصن يمتنع أساسا. الحصون ليست مفتوحة لكل من أرادها، لا بد من مكابدة للدخول النص لاختراق النص. هكذا الألفاظ حصون المعاني، والذي ذكره صاحب الكتاب في هذا السياق هو أننا لا بد أن ننتقل بين الكلمة في دلالتها اللغوية ثم في دلالتها الاصطلاحية، وهذا هو الأهم. أي الكلمة في دلالتها اللغوية كما كانت، لا بد من فهم ذلك المدلول اللغوي بالرجوع إلى معاجم اللغة، أي اللغة كانت تتعامل بهذه، أي اللغة العربية كانت موجودة قبل الإسلام، وكان الناس يتعاملون بألفاظ معينة، لكن حينما جاء الإسلام اختص من تلك الألفاظ ألفاظ معينة. هناك ألفاظ بقيت على ما هي عليه من العموم ومن الدلالة السابقة، ولكن هناك ألفاظ أعطاها القرآن وأعطاها الإسلام معانية موافقة لتصوره لرؤيته. فلذلك كان في الإسلام دائما جهد كبير في تنقيح اللغة، في تنقيح اللغة، حينما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، وقولوا يعني أن هنا توجيه لغوي، لا تقولوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هل القرآن يتدخل إلى درجة أنه يرشح كلمة للاستعمال وأخرى للإلغاء؟ لا تقولوا بمعنى الكلمات انتهت من التداول، لا تقولها بمعنى لن تتداول فيما بعد، راعنا وقولوا، أي بدلها يحل في الخطاب كلمة أخرى هي انظرنا، لأن راعنا هي كلمة فيها التباس واشتباه. كان اليهود يقولون راعنا، يا محمد راعنا، راعنا هل هو من مراعاتنا والنظر إلينا والاهتمام بنا، أم هو له دلالة أخرى، وهو دلال وهي دلالة لا تنتمي إلى اللغة العربية، تنتمي إلى اللغة العبرية، ومع ذلك كانوا يدخلونها ويموهون بها، لأن رع بمعنى قبيح. فإذا قالوا فيما بينهم وهم يتغامزون راعنا، أي كأنهم يقولون يا قبيحنا، والعرب تقول يا راعنا بمعنى من المراعاة، فيبقى هذا الاستعمال ملتبس. فقال القرآن ابطلوا هذه الكلمة وعوضها، قلوا انظرنا، وانظرنا ليس فيها هذا الإشكال، لا يمكن أن يحتال عليه، هذا من التلبيس اللغوي. إذن في القرآن تحدث بهذا، وكلمات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ألغى كلمات ووضع بدلها كلمات. كان الناس في الجاهلية يدخلون الحروب، وكانت لهم قسمة خاصة في للغنائم، كان هنالك
شيء أي من الغنائم وما يؤخذ أولا يوزع لكبار الجندي ويسمى النشائط أو النشيطة النشيطة، وهذه النشيطة هي نوع من الغنائم القبلية تعطى لتنشط الناس ليأخذوا أي تحفيزية، نشيطة فيها نوع من التحفيز. وكانت هناك أصناف أخرى صفايا، والصفايا هي ما يختص به قائد الجيش أو قائد دون غيره، بمعنى لا يكون محسوبا في 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 في, في القسمة، هذا يصطفيه لنفسه صفايا. وهناك المرباع، وهناك كلمات هذه كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام ليلغيها لأنه فرض قسمة أخرى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. فجاءت القسمة وجاء التخميس، فما لم يعد هناك حديث عن النشيطة ولا عن الصفايا ولا عن أنواع أخرى ولا حتى عن الأشياء التي كان يأخذها الجند من أنفسهم، وهي نوع من السرقة التي تسبق أو التي يأخذها الجنديون من الغنيمة من قبل أن تقسم، وهي الغلول والغلول. وهذا الغلول طبعا هو حرام، وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مدعم، صح؟ رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مقاتلا هكذا، وقبل في خيبر قبل أن يكون هناك حرب، ولكن هو أصابه سهم عاثر، أصابه سهم فاستبشر الناس به، قالوا هنيئا له الجنة له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وهذا حديث معروف في المغانم، وقد تحدث فيه ابن عبد البر طويلا في كتاب التمهيد، في وتحدث عن الغنائم، وتحدث عن الغلول وعن الرشوة وما إلى ذلك، لأن الفقهاء دائما يستنزفون الحديث، يستخرجون معانيه بأكثر مما يمكن أن يفعل ذلك لا محلل الآداب ولا غيرهم، لا أحد يستطيع أن يقرأ النص مثل الفقيه قولا واحدا، كان يستطيع الفقيه أن يستخرج من النص الواحد 400 فائدة، لكن لا يستطيع الأديب ولا المحلل اللغوي ولا أن ينتهي إلى هذا. وأنتم تعرفون أن أحاديث أبا عمر ما فعل النغير استخرج منه 400 فائدة، حديث أم زرع كتب عليه القاضي عياض كتابا في شرحه، وهذا لا يفعله النقاد ولا شراح الحديث شراح اللغة لا يستطيعون، لأن لهم طرقا في التعامل، وهي طرق علمية، يأخذون بمفهوم الموافقة، يأخذون بمفهوم المخالفة، يأخذون بكثير من الطرائق، وبالتالي تراهم يستخلصون هذه المعاني الكبيرة التي شكلت فيما بعد قوة الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي قوي بهذه العمليات. إذن هذه الكلمات كما قلت انتقلت من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الاصطلاحية بالنسبة للشرع، وإلا فهناك اصطلاحات أخرى باصطلاحات العلوم، أي هناك كل علم أخذ من اللغة ثم اصطفى شحن اللفظ بمعاني تناسبه. فكان هناك مثلا الفاعل في اللغة هو من فعل، انتهى أمر، فمن فعل شيئا قال أنا الفاعل له، ولكن في اللغة كان الفاعل بمعنى آخر هو الذي فعل الفعل أو اتصف بالفعل أو قام به الفعل أي وجد فيه الفعل، بل تقول أنت فاعل لفعل غير موجود، لم يحضر زيدون كشنو فاعل لفعل لم يقع، هو لم يحضر أصلا، لأن هذا فاعل إسنادي ماشي فاعل في لغوي، فاعل إسنادي ماشي هو الفاعل في اللغة، ولذلك يختلف. هذه النقلة من اللفظ من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية، قلت بأن الأصل في هذا أننا حينما نتعامل مع صاحب النص فإن دلالته هي المحكمة هي الأولى، أي حينما نبدأ يجب أن نتحدث عن الاصطلاح لدى المتكلم، لا لأن هذه الكلمة قد يكون لها اصطلاح ولكن لدى متكلم آخر، مثل الكلمة الواحدة الآن الكلمة الواحدة حينما ينطق بها الحرفيون أو ينطق بها الشباب مثلا، كلمة واحدة الآن تختلف دلالتها تماما، فالآن بعض الألفاظ التي تحدث بها الشباب الآن أمامنا لها دلالات أخرى،
نحن لا نستعمل تلك الكلمات بتلك الدلالات، ولكن هم يطلعوا لنا بأنهم اختاروا هذا. هذا ما احنا كنا نقول قبل، هذا حاجة واعر. ها واعر احنا اللي يعض ولا اللي واعر، هي غالي ولا جيد، بمعنى الفرق كبير جدا، وهذا اصطلاح. وذلك حينما نريد أن نفهم يجب أن نتعامل مع مصطلحاته هم، ماشي نقول مصطلحاتنا احنا، لأن الناطق هو صاحب الأول، المتحكم الأول في النص هو قائله. وإذا كان ما يقولون لنا الآن يريدون منا أن نقبل أن نقول إن صاحب النص الحقيقي هو القارئ وليس هو الكاتب، هذا شيء ما يمكنك تقبله أبدا. إنك حين تقول شخص يهجم على النص يقول لك أنا الذي أفعل فيه ما أشاء، هذا عدوان على النص، اعتداء على النص أن تقول لك إن صاحب النص مات. لذلك يقول لك موت الكاتب وموت المؤلف وموت صاحب النص، ولكن من هو؟ هو إنسان يهجم على النص بما يشاء. إذا لاش يجيبوا هذا النص؟ إذا كنت ستقول في النص ما تشاء لاش ما تجيبوش كاع، خليك النص كاشف عن صاحبه، عن إرادة صاحبه، وأنا لا أقول صاحبه وإلا هذا يكون تزييف للمعاني. ومع ذلك فهذا الذي انتهى إليه الناس، لأن الناس يشتغلون على شيء معين هو تفجير اللغة، تفجير اللغة وتحطيم اللغة. حينما تحطم اللغة ينتهي كل شيء. اللغة هي وسيلة التواصل، الحضارة تنشأ باللغة، الفهم يأتي باللغة، لكن حينما يضيع المعنى يكون كل شيء قد انتهى. وحين الآن يتحدثون عن إضاعة اللغة، عن الموسيقى الصامتة بلا لغة، عن اللغة التي ليست شيئا، عن الصحيفة، أي أن الإنسان يأخذ كتابا، ما هو كتاب؟ ومجموعة من أوراق فارغة، ويجلس في مكان ويقرأ الأوراق الفارغة، كتاب فارغ، ويقول إنه يقرأ وانت لك قراءتك لهذا الكتاب. هذا نوع من لأنه هو الآن القصد هو تعويم هذه الأشياء، بأن لا يمكنك أن تقول كلمة لتقول هذه صواب، إن كل واحد يقول ما يشاء، والنتيجة هي أن يموت المعنى. المعنى الجيد يجب أن يموت، لأن لن يبقى معنى، لأن يبقى البياض، حينما يبقى البياض غادي. إذن فهذا شيء أنا ألححت عليه، قلت بأنه لا بد من وضعه، أي إذا شاء بعضكم أن يضع أو يكتب في منهج التعامل مع النص، سواء كنتم بالإنجليزية ولا بالفرنسية، هذا منهج علمي يطرحه طبعا الأصوليون، لم يستشاروا في هذا، مع أنهم يقولون كلاما مهما جدا، ويقولون إن صاحب القول أو المعنى الأول هو المعنى الاصطلاحي لصاحبه، فإن لم يكن عدنا بعد ذلك إلى المعنى اللغوي، وحينئذ نتفاهم. أما أن تأتي بكلمة ذات دلالة لغوية اصطلاحية وتعبث بها وتريد أن تحول، أنا نشرت لكم هذا المشروع ديال تغيير المدلولات، مدلولات الألف. الإسلام واضح، الإسلام ما هو؟ عرفه صاحبه الذي جاء الشرع، عرف الإسلام. ما يمكنش واحد آخر يعطينا معنى واحد آخر للإسلام إلا إذا كنا نقبل كل شيء. وكل كلمة وكل فن يجب أن نحافظ له على اصطلاحه، وكل كل فن نتعامل معه أصحابه بطرائقهم. فالناقد مثلا، المؤرخ، الكاتب المؤرخ يستطيع أن يفهم النص التاريخي وأن ينتهي منه بفوائد. النص القانوني يتخصص في فهمه رجل القانون وامرأة القانون، وله اصطلاح وله لغة، ولكن حينما نعطي الباحث الأدبي أو الناقد الأدبي أن يشرح لنا النص القانوني نكون قد تهنا، لن نستطيع أن نصل إلى شيء. وكذلك النص الشرعي هو نص محمل بمجموعة من المصطلحات يجب احترامها. حينما نحترم تلك النصوص لا يمكن أن نصل. وإلا أنتم تلاحظون كل شيء يفاجئنا به، يقول لك هذا فهم جديد وجريء. الجديد مزيان، ولكن ما خشي هو الجديد، يجب أن يكون صحيحا. كم من جديد لا قيمة له، إذا كان جديدا وهو خطأ فما قيمته أن يكون جديدا؟ لأن نحن لا نتعامل مع هياكل السيارات، نتعامل مع المعاني. المعاني لا يعتدي عليها الزمان، لا تكون قديمة وحديثة، بل تكون صحيحة أو باطلة أو مخطئة فقط. إذن هذا ذكرته قلت في هذه المقدمة. والقضية التي أشار إليها الآن وأريد أن أفتح فيها الحديث فقط، وهي قضية أخرى، كلها الذين يتعاملون مع النصوص من غير العلماء طبعا يتصورون أن النص هو نص مباح متاح يعطيك المعنى كما وتأخذ منه كما تشاء. هذا لا عند الذين يدرسون النص الديني من المتدينين،
يقع لهم هذا الوهم، ولا من غير المتدين يتصورون أن النص ليس له إلا توجه واحد وطريقة واحدة وأنت تتعامل معه يعطيك مثل. هذا خطأ. العلماء حينما كانوا يتعاملون مع النص كانوا يتعاملون بخلفية فقهية. الخلفية الفقهية شنية في الفقه؟ في الفقه الآن وحتى حينما نتكلموا احنا نقولوا لما يطلق العلماء المسلمون عندنا على عالم معين بأنه فقيه ماذا يقصدون به؟ لا يقصدون به الرجل الذي جمع مفردات الفقه، هذا لا يتأتى. من يستطيع أن يجمع كل مسائل الفقه وقضايا الفقه؟ لا يستطيع أحد. ويأتون على ذلك بشاهد من الإمام مالك. فالإمام مالك سئل في 40 مسألة والعدد فيه اختلاف، فقال في 36 مسألة لا أدري. هل معنى ذلك أن مالك ليس فقيها؟ لأنه قال لا أدري. مالك فقيه مع أنه يقول لا أدري. لماذا؟ لأننا نقصد بمن الفقيه أن له مؤهلا وأن له عقلية فقهية، أي له عقلية فقهية يستطيع أن يتعامل مع قضايا الفقه. قد لا يجيب في هذه المرحلة ولكن يجيب مرة أخرى، ولكن الذي ليس له الذهن الفقهي والعقلية الفقهية لا يمكن أن يكون فقيها، لأنه أي عمليا لن يكون، ولكن لأن الذهنية ليس له. فالذين يرون أن اللغة مثلا أن الفقه أو النص الشرعي يتعامل به معه ابتداء أو انطلاقا من فهمهم الصحيح أو الضعيف للغة العربية، من ظن أنه يمكن أن يتعامل مع القرآن أو مع الحديث انطلاقا من استعمال المعاجم اللغوية، يقول أنت ليس لك هذه الذهنية، أنت لا تعرف أنك تتعامل مع مصطلحات، أنت الآن بعيد عن الفهم صحيح بأشواط بعيدة، أي طريقة القراءة ليس لك، أنت تقرأ الخاص بالعام، تقرأ اللفظ الخاص بما هو عام، وبالتالي لن تصل إلى شيء. هؤلاء هم الذين يقولون نحن نفهم اللغة ونحن نستطيع أن نجتهد، وهؤلاء مجتهدون، وهؤلاء يدمرون المعرفة تماما، سواء كانت معرفة شرعية أو غير شرعية، لأنه حينما يقصر الاختصاصيون أصحاب الاختصاص عن أي علم يبقى بعد ذلك لا يبقى تدمير لا. في كل شيء كاين هناك الناس راهم يجيبوا لما هو اقل من هذا، يجيبوا مدرب كره ويعطيه عشرات الملايين. لماذا؟ لانهم يعرفون كيف يلعبون ولهم اراء، ولكنهم يعرفون بانه هو صاحب القول الفصل في ذلك، هم يعرفوا يفهموا مزيان يتكلموا بالقوي، ولكن لا يستطيعون ان يوصلوا مثلا فريقا الى النجاح، ما عندك ماشي شغلهم، هم يعرفوا يفهموا ويعرف، خصوصا اذا طاح ذاك الفريق بعد كان جا في الارض وقع يوليو معلمين. وهكذا عندنا كثير من هؤلاء، عندنا ناس يفهمون في الديمقراطية ويفهمون في اللغة ويفهمون في الأدب وفي التقاليد، وهم لا يفهمون في أي شيء لأنهم ليسوا مختصين في أي شيء. نحن نقول لكل شيء أو لكل ميدان أهله وربابنته هم الذين يفهمون هذين. إذن الذي يقع الآن هو أنك حينما تصل إلى معنى بتحليل كلمة معينة أو نص معين تصل إلى معنى، يجب أن لا تفرح بأنك انتهيت إلى ذلك المعنى، لا، يجب أن يكون ذلك سبب إثارة سؤال آخر عما يعارض ذلك المعنى الذي بدا لك. أي لابد أن تكون لك هذه الشجاعة، شجاعة البحث عن المعارض والمناقض، مشيت بكلمة وتهرب بها وتقول لهم ها. ما الذي يقع الآن في الشرق وفي الغرب؟ هذا هو كثير من الناس اللي مسوا الجانب. أولا رفضوا العلم، رفضوا جهود العلماء وأسقصوهم وأصبحوا هم علماء. من هم هؤلاء؟ هؤلاء يظفرون بحديث واحد فيجدونه يرون أنه هو الحديث الأول والأخير وبه ويحاكمون الناس. هؤلاء أناس أضاعوا كل شيء، أضاعوا كل شيء، وقد يتقدمون خطوة إلى خطوة ربما في ضد الأمة لأنهم لم يفهموا الحديث.
الحديث لا يؤخذ بمعزل عن الأحاديث الأخرى، إذ لا بد من عملية معينة، نوع من إن شئنا باللغة ديال نوع من الحوار، نوع من الديالكتيك، لا بد. الديالكتيك اللي كان هو قبل صراع الأفكار عند بعض الفلاسفة القدماء، وكانوا يتحدثون عن الفكرة الثالثة التي تأتي من فكرتين متناقضتين، هي نفسها اللي يتكلموا عليها الفقهاء. أنك لا يمكنك أن تقنع بحديث أو بنص واحد لتبني عليه المعرفة. لذلك حينما كنا نجد أن بعض الفقهاء يخالف بعض نص كان بيدهم، كانوا يسارعون فيقولون إن هؤلاء الفقهاء تركوا السنة، هؤلاء تركوا السنة، هؤلاء مبتدعة. ما هما تركوا السنة؟ أنت لم تحيط بالفعل، لم تجمع كل أطراف الموضوع، ولذلك تتسعهم أنك فزت وظفرت بالحقيقة، وأنت إنما ظفرت بجزء يمكن أن تتأسس منه ومن غيره الحقيقة الفقهية. فحينما لا مثلا مالك يقول يروي خيار المجلس ولا يعمل به، ثم يقول بأن الأمر الذي عليه الناس عندنا أنه حينما يقترن الإجابة بالقبول يقع العقد. إذا رأى إنسان مالك وقد ترك العمل بهذا وهو يرويه، وهو يرويه، أول ما يتبادر إلى ذهنه أن الإمام مالك عطل السنة، هذه سهلة. وقد كان بعضهم يقول، جاء مالكا يسأله عن مسألة من هذه، قال له مالك في بمعنى، قال هذا الحديث هل بلغك حديث كذا؟ قال بلغني، وأنت لازلت تلعب في مع الأطفال في سنك، أنت كنت ما زلت تلعب وأنا كنت نعرف. مالك لا يمكن أن يتجاوز، وأبو حنيفة لا يمكن أن يتجاوز، الشافعي لا يمكن أن يتجاوز، كما أننا في القانون كذلك القانونيون الذين يحترمون يعرفون أن هنالك قانونيين وأن هناك فقهاء قانون، وليس من سهولة القفز على فقهاء القانون ولو من قبل القانونيين الذين هم يعرفون القانون، لأن فقه القانون ليس هو القانون، فهؤلاء فقهاء الدين ليس هم الناس الذين يعرفون جزئيات من الدين. ومن هنا كان دائما هذا الفقه الإسلامي يضمن توحد الناس، لأن فيه تسليم، ماشي استسلام، تسليم للاختصاص، تسليم للاختصاص، لأن هذا الذي تسلم له يمكن أن يقول كلاما يجمع الناس، ولكن حينما تأتي انت بواحد. ولذلك شوفوا كل الأشياء التي أزعجتنا في المدة الأخيرة عند المسلمين، كلها من الأشياء التي سببها الجهل بما قاله الفقه، كلها بلا استثناء، بلا استثناء. وهذا يجيب لك يخرج لك خرجه، والاخر يشدوا فيه، هذا يخرج لك خرجه ويشدوا فيه الاخرين، والناس يبقوا يختصموا في اشياء هي اصلا محسومه في الفقه. لو قرا الناس في الفقه مثلا، لو قراتم انتم بالكتب المالكيه، ماشي كتب مالكيه رساله ابن ابي زيد القرويين، غتمشيو تشوفوا ماذا ما كتب القرافي، ما كتب صاحب بيان والتحصيل، ستجدون ثروه كبيره جدا قد يفني لسان عمره من غير ان يستطيع ان يلم بها. ومع ذلك فهؤلاء أول حديث يتركه هؤلاء، أو لا يرون أن فقيها مثلا لم يعمل بمقتضاه، مباشرة يقولون بأنه ترك الحديث. الآن العملية الآن صعبة، وهذه عملية صعبة جدا، هذه التي نذكرها الآن التي أشار إليها، وهي البحث عن المعارض والجمع بين هذا وذاك بطريقة من طرق. إذن نحن نتحدث الآن عن باب، وأرجو أن تعودوا إليه في كتب أصول الفقه. ولا بغي يتكلم شي واحد في أصول في الشريعة يقرأ هذا الشيء، إذا ما تكلم شي هذا يخلي عليه المسائل ترانكي، يقرأ الفقه ديال سميتو شي حاجة ويقول للناس، ولكن ما يقولش بأنني نتعامل مع النص. فنحن نجد أن هنالك أو المجتهد يبدو له أن هنالك أمارتين، أمر يقول دلالتين أو أمارتين، دليلين أو أمارتين، يقال إن فيهما تعارضا، يقال إن فيهما إن بينهما تعارضا. وكما يذكر ذلك غير واحد من الشاطبي يذكر هذا، يقول إن هذا التعارض الذي يأتي، أي نسميه نحن تعارضا، هو تعارض يبدو في ذهن المجتهد، في ذهن المجتهد يبدو أنه تعارض وهو ليس كذلك. قراءة التعارض ترجيح والتعارض، كانت الكتب الفقهية الأصولية لاحظوا في اندلاع، وهذا من صناعة هؤلاء،
كانت هذه الكتب تدرس هذا بعد باب الاجتهاد. التعارض والترجيح يأتي بعد باب الاجتهاد، وبعض الكتب كتب الحنفية تذكره بعد باب الاجتهاد والأدلة اللفظية، باب مباحث الألفاظ. إذن كاين، ولكن على العموم هو يدرس بعد باب الاجتهاد. لماذا؟ لأن الذي يقول بالترجيح ويستطيع أن يرجح هو مجتهد. إذن فكأن هذا إيضاح لعمل المجتهد، أي من أعمال المجتهد. شو يأخذ نص يقول فلان اجتهد في كذا واجتهد؟ لا، أولا هل أنت تستطيع أن توائم بين هذه النصوص التي قد يبدو على ظاهرها أنها أو تثير لديك هذا الإشكال؟ أنت يمكن أن تثير لديك هذا الإشكال، لكن ليس لأن الإشكال واقع في ذاته، ولكن هذا الإشكال انقدح في ذهنك، في ذهن المجتهد، وسميناه تعارضا، وهو ليس تعارضا على اللوجي الصحيح. الشاطبي يقول إن فروع الشريعة، فروع الشريعة وإن اختلفت فإنها تعود إلى أصل واحد، والأصول كذلك تعود إلى أصل واحد. الشاطبي له كلام في الموافقات في الجزء الرابع، كلام جميل جدا، يقول بأن هذه الفروع تختلف بين زيد وعمرين وبين هذا الفقيه أو ذاك، ولكنها في نهاية المطاف بعد سحب جهات الاختلاف يبقى هناك جانب في من الالتقاء. هذه يشبهها فكرة أخرى ذكرها ابن حزم أذكرها لكم. هناك من قال، هناك من يقول، وطبعا بعض الكاتبين طبعا، لأن مشكلتنا أصول الفقه وعلم مقاصد الناس مشوا عليه، هربوا عليه، ولما أصبح هذا مجال فارغ دخله واحتله أناس آخرون، أصبحوا كل مرة يخرجون مسألة ويشغبون بها على الناس. فواحد يقول لك متى وقع الإجماع في حياة المسلمين؟ إنه يضرب الإجماع. وأنا أقول لك بالمثال مسألة، جميع الذين أرادوا أن يقولوا شيئا يفاجئون به الأمة أو يصدمون به بعض حقائق الأمة، كلهم يمرون عن طريق إنكار الإجماع، لأن الإجماع يكون ملزما لهم، الإجماع يكون ملزما لهم حتى لا يخرجوا. فالمعتزلة خرجوا عن الإجماع، قالوا لم يقولوا بالإجماع، لأنهم بذلك انفتح لهم القول في أن يقولوا بأشياء لم تقل بها الأمة ككل. لأنه لو قالوا استمروا على القول بحجية الإجماع لأغلقوا الباب على أنفسهم، لأن قيل لهم إن هذا خلاف إجماع المسلمين، فهم لا يقولون بإجماع المسلمين. وغير واحد، وكل من أراد أن يقول قولك هذوك ما كاش إجماع أصلا. وذلك باب الإجماع تعرفون أنه يعتدى عليه. ابن حزم يقول، وأنا ربما أشرت لكم إلى هذه الفكرة، يقول بأننا حينما نأخذ الخلافات، الاختلافات الموجودة نستخلص من خلالها إجماعا، أي إذا كنا نتحدث عن الماء الذي يصلح للطهارة، الماء الطهور، طاهر الطهور الذي يصلح، فهناك اختلافات وهناك أقوال في الماء الذي يصلح به الطهارة. هل هو الماء الذي لم يتغير لونه، الذي لم يتغير طعمه، الذي بقي وخالطه ما يلازمه في الغالب كما يقول المالكية، أو الماء الذي ظل مثلا في تعرض للحرارة، أو شيء من هذا القبيل؟ لأن تعرفون أنواع المياه، أي هذا فقه المياه في الحقيقة، اختلافات بين الفقهاء، كل واحد شيء يقول. لكن ماء معين، أخذنا إناء ماء فوجدنا أن هذا الماء لم يتغير بشيء، لم يصب بكذا، لم يتعرض للشمس، لم ففي نهاية المطاف يكون هذا ماء مجمعا على صلاحيته، أي استثنى جميع تحفظات المذاهب واشتراطات المذاهب ألغيناها، وبقي لنا أن نقول إن هذا الماء سلم من كل تلك الأشياء، إذن فهو مجمع على صلاحيته. إذن من خلال الخلاف نستخلص الإجماع. إذن فالإجماع كثير، ليس كما يقول الناس بأن الإجماع قليل، الإجماع كثير، إنما يعرفه العلماء.
ويعرفوا العلماء مراتب الإجماع وكيف يتم الإجماع ابتداء من عهد الصحابة فمن بعدهم من الناس. لذلك الذين يقولون بغير هذا طبعا لهم نية لهم, لهم, لهم قصد. في أن قلت بأن هذا النصوص التي نتعامل معها يبدو عليها أنها متعارضة يبدو فقط, وهي ليست كذلك, لأن النصوص كما قلت وكما قال الشاطبي تعود إلى أصل واحد. فلو أخذنا مثلا أن الله تعالى تحدث لنا في عن قضية المرأة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 و10. إذن هذا معروف, المرأة المتوفى عنها زوجها غير مطلقة, هذه لها 3 قروء, وهذه لها عدتها 14 و10. إذن زين. لكن القرآن فيما بعد يقول وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذه الآية في الظاهر تخالف الأولى, تعارض الأولى. أي إذا كان القرآن نطق في البداية بأن عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها هو 14 و10, فإن هذه الآية تحدد نهاية العدة في وضع الحمل, ووضع الحمل ليس مقيدا بأي زمن. فإذا توفي متى الزوج في هذه اللحظة وبعد ساعة وضعت المرأة تكون حدتها قد انتهت, فليس مقيدة لا بأربعة أشهر ولا بشهر ولا بأقل. وهناك أمر وقع, هناك المرأة يتوفى زوجها والناس يذهبون إلى جنازة أو إلى الدفن فيعودون فيجدون أن المرأة قد انتهت عدتها. يمكن هل نعتبر أن هذين أي بحسب الظاهر يسمى هذا في تعارض, ولكنه في الحقيقة والواقع ليس تعارضا, لأن هذا يتنزل عن منزلة المرأة عموما, عموم المرأة التي توفي عنها زوجها, وهذا يخص فئة خاصة من النساء هي المرأة التي هي حامل. إذن فحينئذ نضع هذا في مكانه ونضع ذاك في مكانه. أي لو أن إنسان أراد أن يفتن الناس لقال إن هذه الآية مخالفة للآية التالية, مثل ما يفعل بعض المغرضين, إنها القرآن يتناقض أو لا يتناقض, هذه لها محمل وتلك لها محمل, هذه تطبق على المرأة عموما, وغالب النساء من النساء من هذا المرأة التي يتوفى عنها زوجها في الغالب أنها كذلك تحتاج هذه العدة, ولكن فئة قليلة منهن قد تكون حوامل, فحينئذ يسلك معهن مسلك آخر, وهي أن هذه المرأة تضع حملها وتخرج منها. إذن هذا شيء من مما يمكن أن يسمى ظاهر تعارض, أو التعارض في الشريعة الإسلامية خصوصا بين الظنيات بين القطعيات ليس ممكنا, لأن التعارض بين القطعيات هو تناقض والشريعة ليس فيها تناقض. إذ كل ما يمكن أن يقال إن التعارض في هذه الأشياء التي الآن نحن نتعامل, الآن دخلنا المعمل ديال اللغة, اللغة الشرعية هكذا نحن نتعامل معها, ماشي بديك السذاجة ونأخذ الكلمة ونهربوا بها, لا الآن أصبحنا فنقول إن هذا التعارض صوري, التعارض صوري, فلا يمكن أن يتم هذا التعارض على الوجه الصحيح. هذا التعارض في حدوده الصورية بينما يقع بين المتماثلين, بين المتناظرين والمتماثلين. فمثلا قد نقرأ آية كما ذكرت لكم وآية بمعنيين مختلفين كما سأذكر هذا إن شاء الله فيما بعد, فنقول إن الآيتين بينهما تعارض ممكن صوري, ولكن حينما نجد الآية ونجد الحديث بخلافها لا يكون ذلك تعارضا, لأن الحديث ليس في درجة القرآن حتى يشكل معه تعارضا, والكلمة الآن والقول هو قول وهو ما هو القرآن. وحينما نجد الحديث منصوصا ينص على شيء فلا يمكن أن نتصور أن هذا الحديث يمكن أن يكون المعارض له هو الإجماع, لأن الإجماع ليس له قوة النص, الإجماع اتفق عليه المسلمون ولكنه ليس له قوة النص, وبالتالي فلا تعارض بين حديث وإجماع.
ولا تعارض بين إجماع وقياس. لاحظوا أن هذا تعارض الذي هو تعارض في الأساس صوري إنما يتصور بين يتصور وقوعه بين المتماثلات من حيث القوة. هذه مسألة لا بد منها. حينما نجد صنف من هذا الذي نسميه الآن تعارضا ونريد فيما بعد أن نرجح، لأن الترجيح هو عملية واحدة في مقابل التعارض، ماشي كل شيء. ترجيح كما سأذكره هي عملية واحدة لمواجهة التعارض. حينما نريد أن نتعامل مع هذه النصوص التي قلنا بأنها متعارضة، فما هي الخطوات التي سلك على الأقل مذهب الحنفية؟ هي خطوات ضرورية، واحد زوج ثلاثة أربعة، بعض الخطوات متراتبة. الخطوة الأولى هي النظر في تاريخ القول في الناسخ والمنسوخ، أي نقول إن القول الأول في الناسخ والمنسوخ، أي نقول إن القول الأول إذا ثبت لنا أنه أعقبه القول الثاني فإننا نقول إن الثاني القول العاقب هو الذي نسخه. كذلك بالنسبة للحديث، الحديث ماشي، لأن الحديث نقول دائما ماشي لأن استمع غير الحديث نقول هذا الكلام سبب النزول ديالو، واحد الكلمة تقول سبب النزول، واش ترك نزل القرآن ولا سبب النزول؟ هذا سبب ورود نزول من القرآن، هذاك ماشي كتاب، لأن غير بنات نقول له سبب نزول هذه القصة هي وقعت، فاش أنت قلت يوحى إليك ولا والناس يقولها مع لأن النزول مشات لهم بأنه هذا الوقوع ولا الورود حاجات أخرى، والنزول بقى خاص بالقرآن الكريم، لو الذي نزل هذا ما تنزلش هذاك أنت راك تهدر وصافي. فإذا وجدنا كذلك أن الحديث الذي وجد مثلا له ما يعارضه، ووجدنا أن هنالك تأريخا لهذا الحديث، معناه كان هنالك حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاله في مرة أخرى، وعرفنا مثلا قضية معروفة لتعرفها في الناسخ والمنسوخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وحين كان المسلمون في ضيق من أمرهم منع الناس من ادخار لحوم الأضاحي، ومنعهم كذلك حتى من زيارة القبور، لأن الأمر لم يكن يتسع لأن يضحي الإنسان ثم يدخل وجيرانه لا يضحون لا يجدونه، فكان ادخار منع ادخار لحوم الأضاحي وسيلة لدفع الناس إلى المشاطرة والمقاسمة، ها كان هذاك هو الأصل، لأن الإنسان إذا كان سيأكل ويعلم أن الجزء من الطعام ومن اللحم سيفسد أو سينتن من باب القربة ومن باب حتى ترك الشارة وكذا الناس كانوا هذه خشية الدافة كما ورد في الحديث فقر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منعهم لذلك. كذلك بالنسبة للقبور، القبور كانت لها صلة بماضي الناس والجاهلية وكذا فمنع الناس، لكن بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت قد نهيتكم فزوروها. إذن في الحديث في واضح ناسخ ومنسوخ، القديم ترك لهذا السبب، وهذا كثير في 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 القرآن ولا في في يقولوا في فيما كان المسلمون الذي كان عليه أن يواجه العشرة في بداية الأمر، لم يعد الأمر كذلك بل أصبح بإمكانه أن يواجه شخصين مثلا. هذا النزول وهذا التغيير هذا سبب، هذا يفسر بسهولة السيول، لأننا نعرف التاريخ، نعرف تاريخ في القرآن. كذلك حديث عن المرأة المطلقة، حينما تطلق المرأة من زوجها فإن عليها وهي مطلقة أن تعتد، عليها أن تعتد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن تذكرون، هذه واضحة. لكن فيما بعد كان هناك، هذا كان تقريبا شامل حديث، أي هذه الآية كانت شاملة كل مطلقة كانت داخلة في هذا، من بعد ولا حكم آخر أن هنالك امرأة تطلق بعد العقد ولكن قبل الدخول،
لم يدخل بها، أي رجل عقد على امرأة وقع وقع العقد، العقد وقع، ولكن قبل أن يدخل بها وأن تصل زوجته فعلا طلقها، فبحكم الآية الأخرى مشمولة بالمطلقات وتمسنا بأنفسنا تدخل، ولكن بحيث أنه لم يقع الدخول لم يعد فائدة للعدة، لأن الدخول لم يقع، فالاستبراء الرحيم لم يقع أي شيء يستدعي استبراء الرحيم، فذلك أعفى الله تعالى هذه المرأة، فما لكم علينا من عدة تعتدونها. زيد الآية في ذلك احتموا، ذلك احتموا المؤمنات ثم اطلقتم نكحتم، هنا إلى هذه الآية بعد أخصوص أي عقدتم، وذلك النكاح في القرآن قلما يكون إلا في آية تقريبا حتى تنكح زوج غيره، وإلا دائما هو بمعنى، لأن كاين الذين لا يفهمون اللغة ويتكلمون كلاما آخر في هذا، وسمعنا من يتحدث في هذا بغير علم. إذن هذا حكم خاص بين بالمرأة التي تطلق بعد أن يعقد عليها الزوج ولكن قبل البناء بها. إذن فهما حكمان، حكم بين آيتين، حكم يوجب العدة على المطلقة، وحكم يعفيها من العدة إذا كانت قد طلقت قبل الدخول. إذن هما، ولكن الذي جعلك الآن تهتدي إلى هذا هو اللجوء إلى هذه المسألة، هي مسألة الناسخ والنسخ. في ما قاله بعض الفقهاء وهم يتحدثون عن مذهب مالك، عن صحة مذهب مالك، وتعرفون أن صحة هذا صحة مذهب أهل المدينة، هذا كتاب صحة مذهب أهل المدينة، كتاب لابن تيمية كان طبعا والآن موجود في الفتاوى، وإن كان قد طبع طبعة خاصة طبعا، وكان مهم جدا، وقال فيه ابن تيمية كلاما مهما جدا على فقه المدينة. وهو حينما قال، أي لما تحدث مثلا مالك عن فقه، أو قال بأنه استقام له أن يعرف الناسخ والمنسوخ بعمل أهل المدينة، لأن الحديث فيه أخذ ورد وكذا، ولكن المستقر عليه هو العمل. إذا كان هناك مقال في الحديث هل صحيح هو صحيح أم ليس صحيحا أو قال، لكن الذي يحسم الموضوع تماما هو العمل، وذلك هم يقولون إن عمل أهل المدينة هو بمثابة بيان الناسخ لآخر ما كان عليه حديث الرسول، وهذا شيء، هذه حجة قوية جدا. والناس حينما الآن لاحظوا المسألة يأتون بأحاديث في المجالس ولا في المساجد، هذا السنة في الصلاة كذا والسنة كذا والسنة كذا، طبعا هذا في الأحاديث، هناك أحاديث صحت وأخرى من قبيل الحسن كثير من هذا، لكن حينما تأخذ ما فعله المدينة في الصلاة في صلاتهم تكون انتهت من كل شيء، والنفس قال صلوا كما رأيتموني أصلي، المالكية ما حكاوش القول حكاو الأعمال، رأيناه صلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا كما سمعتموني أتحدث، ولكن يبقى دائما هذا، وإلا غد نقول بأن أهل المدينة اتفقوا على أن يغيروا السنة وهذا مستبعد، وذلك مالك كان لا يلوذ بشيء مثل ما يلوذ بعمله، والأمر المجمع عليه عندنا والأمر الذي وجنا عليه الناس يختلفون ما شاء الله لهم أن يختلفوا، ولكن في مهد المطار الأعمال يبقى هو الوثيقة والحقيقة، الناس كانوا كثير في كل شيء، في كل شيء كان فيها نقاش، لا اختلف الحنفية مع المالكي مع المالكية في 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 الصاع، في الصاع مقدار الصاع كذا وكذا، وكان حينما جاءوا إلى المدينة أخرج لهم أهل المدينة صواع آبائهم فانحسم، لأن ما يمكنش المدينة يخرج لك صواع كل شيء باعهم في السوق وجابوا واحد يخرج من جديد، هذه الصواع أي لا حاجة للكلام إذا كان الفعل، إذا كان هناك فعل يحسم كل شيء، وهذا وقع مرات، تعرفون أنه كان هناك مقال في الأحباس
في الوقف. هذا بعض الحنفية وكان بعضهم لا يقول بذلك، يقول بأن الحنفي بأنه خلاف الأصل، أي الوقف خلاف الأصل. حينما جاء المدينة قال له مالك هذه أوقاف الصحابة هنا وهنا وهنا، فرجع من كان يقول بذلك. ولذلك قيل إن الذين زاروا المدينة من عام من تبع اللي كانوا متقدمين هم الحنفية، أما كل شيء جنب بعد الشافعية والحنابلة جنب بعد. أما حنا نروح على الشافعية والحنفية حنابلة جنب بعد، حنا نقول الخلاف كان بين مالك والحنفية الحقيقة. هؤلاء الذين جاءوا، جاء محمد الحسن أبو يوسف لما اطلع على مذهب مالك رجع وغير في مذهب أبي حنيفة نحو من ثلث المذهب، ثلث المذهب. وذلك حينما بعض المرات يكتب بعض الكاتبين بعض وهذا في مذهب أبي حنيفة ولا فقه أبي حنيفة، نقول ما راكش عارف شكون هو فقه أبي حنيفة، هل هو فقه أبي حنيفة نفسه أو هو فقه محمد الحسن وأبي يوسف ولهما خلافات. فإذا كيصعب عليك مثل ما تقول الشافعي كذلك، هذا قول الشافعي ومذهبه، وقول الشافعي ومذهبه في المقال، إن الشافعي له قول في القديم في المذهب القديم، وله قول في المذهب الجديد، وله في فقهه مسائل قال فيها بأكثر من قول، 17 مسألة قال فيها الشافعي بأكثر من قول، من قولين. وهذه يسمونها من باب تكافؤ الأدلة، أي استواء الأدلة عند الشافعي، فلذلك قال فيها بالقولين. إذن هذا هو الذي يجب الخلوص إليه. إذن ناسخ المنسوخ هذه مرحلة، نحن نعرف أن حينما يقع الناسخ يكون ما سبق قد توقف، ونقضي بالناسخ ولا نقضي بالمنسوخ. هناك محاولة أو عملية أخرى، وهي القيام بالترجيح، القيام بعملية الترجيح، أي أننا لا بد أن نجد أمام أنفسنا أمام نصين، والنصان والنصان يحتاجان إلى ترجيح، إلى ترجيح أحدهما. الترجيح ما هو؟ أي إحنا إذا كان اقتدر ناسخ منسوخ، من إذا كان هناك نسخ ما نتكلمش على شيخ، هذا ما يبقى ليس من الممكن أن نتحدث بالناسخ منسوخ، نمشي إلى الترجيح. هذا الترجيح هو عملية واسعة، هو عملية واسعة، وقد نرجح بشيء بأسباب كثيرة. أنا نذكر لكم مثلا إلى نموذج فقط. كانت بعض المرات تصل الصحابة حديث، يروي أبو هريرة وتروي عائشة. تعرفون أن المسائل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة هي المتمكنة، لأنها كانت في بيته وكانت معه. وكان أبو هريرة يروي مثلا شيء، مثلا في قضية وجوب الاغتسال، وجوب الاغتسال كانت عائشة تروي أنه يجب عند التقاء ختانين، إذا التقى ختانان وجب الغسل انتهى. لكن أبا هريرة كان يروي شيئا آخر، إنما الماء من الماء، أي لا يجب الاغتسال حتى يخرج الماء. إذا فهو قول عائشة وقول أبي هريرة مختلفة، لكن لا حديث لأبي هريرة مع عائشة، لأنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفه هي. فذلك كان من فعل الصحابة ترجيح، وقالوا ما قالت به عائشة وهي أقعد في هذا، وأبو هريرة كان يتحدث عن أبعد مسافة، أبعد ماشي مسافة الالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث وفيها أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يصبح جنبا وهو صائم، أي يدخل اليوم وهو صائم من غير أن يتأثر صيامه ويبقى دائما صائما. فهذا قولها، لكن أبا هريرة كان يروي شيئا آخر،
أن من أصبح جنبا فلا صوم له. وذلك لم يعرج الناس على قول أبي هريرة، وإنما قالوا القول قول عائشة، ما قالش الوقت الناس فقه ذكوري ولا فقه أنوثي. ياك كاش يقول هذا دابا تخربيق، لا سيرت. شوفوا أشياء اللي نقول لكم الآن، ادخلوا هاد الناس يتكلموا، دخلوا في حصن الناس، في حصن المسلمين، أصبحوا يتكلموا ويقولون كلاما، والناس حتى المتدينون الآن تكلموا يوقعوا حليفهم ما يستطيعوش يجاوبوا. المتدين شنو هو؟ عنده عاطفة ولكن ما عندوش علم، ما عندوش علم. لو كان يكون طلع على النصوص وطلع على الأحكام يجد أن هذا الكلام لا أصل له. هذا الفقه هو ذكوري أو إسلام ذكوري؟ شنو هي معناه؟ هذا معناه خطير جدا. معناه هذا الإسلام كله ديال رجل. الإسلام هو وحي الله تعالى، رسول الله ذكر ولا أنثى؟ مش كنت عارف واش كنت تقولوا؟ هذا ترسيخ لمعنى بشرية الإسلام. ها؟ بشرية الإسلام من حيث يدرون أو لا يدرون، هذه المنتهى ديالو. ولكن حينما نحن نجد الأحاديث ما نجيش، لا نجد تحيزا دائما للرجل ولا تحيزا للمرأة، نجد تحيزا للحق. ولذلك كان في بعض المرات نجد العكس. هذه فاطمة بنت قيس، ماذا تقول؟ تقول لعمر إننا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، لما تطلق لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. كانت تفوت ما جاء لها ما رسول الله، قال بل لها السكنى ونفقة. إن هذا العكس، لكن السكنى ونفقة. قل لا سيدي، ما لم يجعل رسول الله لا سكنى ونفقة، هذه عكس اللي تصوروا. إننا نفكروا بحال كان شي واحد نقابي، النساء يدافع على النساء والرجال يدافع على الرجال. قال لا، هي تقول لم يجعل لها رسول الله نفقة. قال لا، أنا دعو كتاب ربنا ولا سنة نبينا إلى قول امرأة الله أندريس ذكرت أو نسيت، فقال لها النفقة. إذن العكس، هي تقول ليس لها نفقة، وقل لا لكن نفقة. هذا ذكوري ولا أنوثي ولا شنو؟ هذا الحق. الناس ما عندهمش هذه المسألة. الناس الفقيه كاشف عن مراد الله، ليس كاشفا عن رأيه هو. الفقيه موقع عن الله، إذا قال شيئا من هذا القبيل يكون قد كذب على الله. قد يخطئ الفقيه، لا شك بذلك، قد يخطئ، ولكنه يخطئ كما يخطئ البشر، ولكنه في نيته أنه يعبر عن مراد الله في هذه النازلة. وإذا كان هذا الفقيه يتحدث من انطلاقا من النصوص وانطلاقا من القواعد، فقلما يتورط في الخطأ من هذا النوع. يكون خطأ ولكن خطأه قليل، ليس كخطأ الإنسان المتقحم الذي يدخل ميدان نساء لا 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 يتقنه. هذا هو. إذن هذا الباب ديال الترجيح هو باب واسع، وهو الخطوة الثانية. ثم تأتي خطوة أخرى هي التوفيق، والخطوة الرابعة هي تساقط الأدلة. أنا مغلس الآن أوقف عند هذا الحد، عندي باش بغيت يمكن ننهي إن شاء الله هذا الزوج فيما بعد، ونعاود إن شاء الله نرجع لكم الترجيح نخضر، لأن الترجيح هو العملية التقنية ديال راه هذا اللي نتكلموا في الأصول الفقه راه يحتاجوه الناس في حاجة أخرى، في اللغة، في وإلا علاش من شنو 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 النتيجة ديالها؟ لما نقراو تحليل النص الشرعي بهذه الطريقة يكون التحليل علما، يكون التحليل علما. لما لا نترسم هذا العلم وهذا المنهج يصير التحليل هوى فقط. ولذلك قد يقول الإنسان الشيء ويقول الآخر نقيضه، لأن هذا يحتكم إلى هواه والآخر يحتكم إلى هواه. فتجد في جميل بن معمر، جميل بن معمر له بيت من الشعر، تجد النقاد يفسرون هذا البيت بتفسيرين متناقضين تماما. وقلت يقولون لجاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. هذا معروف هذا البيت هذا. وجميل بن معمر خصكم تحفظوه شوية،
مهم جدا الشعر. هذا الشعر راه الناس تكلموا على الادب ما حافظ حتى شي ديال الشعر، ما كان يكون فوت على الادب ولا ما عرف كان وشاعر ما حافظ حتى بيت. نجد هذا الشعر كيطلو هذا الشيء شيء يجب ان يحفظ، لان الذائقه هذه تكون هذا مثل هذه الامثله اللي يقول لجاهد يا جميل بغزوته وكان واي جهاد غيرهن اريد، فيقول هذا رجل ناقص بعيد عن الدين، الناس يدعونه الى الجهاد وهو يجاهد في الغزال وفي النساء، فهذا قليل الدين، لكل حديث بينهن بشاشه وكل قتيل بينهن شهيد، الشهيد عندهم يموت في هذه الاجواء. لكن اخرين يقولون لا، ان هذا الرجل كان يعاني وكان يغالب اهواءه وشهواته وكان يرى ذلك هو الجهاد، جهاد الانسان نفسه ضد حتى يقع في هذه الشهوة، وهو شهيد إذا مات وهو فيها وهو يصارع النزوات. إذن معنى يعطيك تماما أن هذا الرجل عابد كبير، لولا يعطيك أنه رجل متهالك عن الشهوات وهو يفضل هذه المشاهد عن الجهاد، والأخرى يعطيك بأنه رجل بطل متدين يجاهد هواه وشهواته. إذن لماذا يقع كل هذا التباين؟ لأن دراسة النقد موكولة إلى الهوى إلى التشهي، ما كاينش مرجع. ولذلك حينما نريد أن يصير الأدب وتحليل النص علما ماشي كلاما يجب أن نعيدها، لأن نتمنى أن بعضكم يكتب هذه الأشياء يكتبها من أجل جعل هذا الدرس النص درس نص علما. الآن لم يقدموا لنا الناس دروس، الآن يقدمون مدارس في التحليل والتحليل النفسي والتحليل كذا، ولكن لماذا لا نستطيع نحن أن نجمع من هذا؟ ولنا مادة كبيرة جدا، ولو رجعنا إلى كتب المطولات في أصول الفقه وجدنا شيء كبير. وأنا نتكلم الناس يقول هؤلاء يكرهوا الإسلام، هذو شياطين، ما هو شياطين، إحنا اللي مكرفسين، إحنا اللي ناعسين، ما قديناش نبينوا شحال، إحنا عندنا غير نزقي وصافي، إلا ما زقناش ما غير نزقوا ونسكتوا، ما خصناش نتكلموا الآن، الصراخ معنا ما نديروا به. يجب أن نحتكم إلى العلم وأن نقرأ، اللي باغي يخدم الإسلام يقرأ، واللي ما قراش راه يضحك على راسه، ما عنده ما يقدم الإسلام باش تسب شي واحد آخر، ما غاديش غير أنت تسبه ويولي لك اللور. يجب إقحامه علميا، نقول استنى نقول لك واحد زوج ثلاثة هو غادي يبرد البلاصة ديالو، أما تسبه يسبك أنت اللي عندك ما عنده توا عنده الطائفة ديالو عنده الذين. فهذا ان شاء الله هذا الموضوع مهم جدا ان شاء الله. راه بعض المرات الانواع ديال غير بحسب قبول المتن او السند، راه بعض العلماء يتكلم اكثر من 51 وجه من اوجه الترجيح، حاله 51 وجه ماشي سهل. وستقرا حينما ما غنذكرنا كل شيء، ولكن حينما تطلعون على هذا ستجدون أن هذا كلام معقول، والفقه الإسلامي فقه معقول ماشي هو فقه. لذلك هذا الأشياء، لماذا قدمنا حديث عائشة على حديث أبي هريرة؟ لأن هناك أشياء معقولة مقنعة، أنك حينما تتحدث بها تقنع الناس. كذلك حينما نتحدث في أوجه ترجيح النص مثلا، والذي جعلك تقدم هذا النص على الآخر أيضا، وهو الذي لم يفهمه الناس، الذي يتحدثون الآن عن الكتب عن البخاري وعن مسلم وتحدث هؤلاء بعيدون جدا. نحن نتمنى أن الذين يدرسون يفهموا البخاري، ما ماشي ما يدرسوش، هذا اللي ما يدرسوش راهم يتعدوا عليهم صح. أما الذين يدرسون يجب أن يعلموا لماذا رجحت الأمة البخاري، وهل أخطأت الأمة كلها في أن تقول إن البخاري أصح أصح كتاب على كتاب الله تعالى، أصح كتاب على كتاب الله تعالى، وتقول إن مسلما يليه في الدرجة، وإن المغاربة كانوا يفضلون مسلما على البخاري، ليس لسبب الصحة وإنما لسبب آخر، وسببه صناعة صناعة، وأنه لا يذكر اجتهادا فقهيا، لأنه المسلم ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، إلى الحديث السرد، والبخاري فيه تراجم وفقهه في تراجمه، وهذه تراجم هذا الفقه قد يتعارض مع ما استقر عليه الناس من الفقه المالكي، فمن هذا الباب. ولكنهم مع ذلك ظلوا يقولون
إن البخاري أعلى. إن البخاري هو أعلى وأسمى، وإذا كان الحديث قد رواه البخاري ومسلم فله درجة خاصة يصبح حينئذ متفقا عليه، والمتفق عليه هو أعلى درجة الصحة عند المسلمين إذا اجتمعوا هذو الزوج. وإذا اشتغل الناس بما اجتمع عليه البخاري واتفق عليه لأن العلو المرجع في متفق عليه، وحينئذ هذه الصناعة كلها مخدومة. والبخاري كانت الناس كان قراءته كانت قراءته تراجمه علما، تراجم البخاري علم، وكان فيها ذكاء وقاد، وكان فيها احتياط في الصحة بحيث إن الناس لا يسلمون على أقدارهم العالية وعلمي لا يسلمون إنسان إلا لم يكون في ذلك المستوى. إن شاء الله اللقاء المخرج بما أنا أسبوع جمعة نكون لأنني عندي محاضرة خارجة.